هل سكرات الموت مؤلمة للمؤمن؟ قد تكون رفعة للدرجات. والرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته كانت بجانبه ركوة فيها ماء، ويضع يده في الماء ويمسح وجهه ورأسه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفاطمة تقول لرسول الله: وا كرب أبتاه؟ فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة.